نروح نضغط على كرييت نيو، يقول لي والله اختار نوع التصميم اللي انت عايزه. طيب ممكن اختار واحد من دول، او اروح ناحية اليمين هنا واغير مثلا الريزولوشن بالارقام اللي انا عايزها، نخليها مثلا 699. لا ده ريزولوشن كبير، تمام. او ممكن حتى نرجعها زي ما كانت يعني. طيب يبقى احنا بنغير ريزولوشن، سواء الويدث العرض او الهايت الارتفاع. طيب في حاجة اسمها الاورينتيشن. الاورينتيشن ده يعني هل انا عايز التصميم بتاعي يكون الكتاب بالعرض ولا بالطول؟ ده بالطول اهو، ده هو شخص واقف وده شخص قاعد بالعرض. طيب بعد كده في حاجة اسمها فيسنج بيج، يعني هل انا عايز كل صفحتين قصاد بعض ولا